بالتأكيد هشام القيفي بعد لحظات. بومبا الملاكم في سيريال هشام القيفي هنا مباشرة من الفترة بالساحة الإدارية. هشام مرجول الملاكم المغربي الذي يناسب كما معروف أحمد الزين من جزر القمر. دائما انتقاصكم الملاكم المغربي هشام القيفي في منازلة بن أحمد الزين بعد لحظات قليلة جدا. Hold on!
Ils nous ont dévoilé un combat de haut niveau. On présente les équipes de Comores.